إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جمال عبد الناصر وصدام حسين، الأصل والصورة لعمر وصابح، إعداد محمود عمر. من الغريب أن يرى البعض أن صدام حسين يمثل امتدادا لجمال عبد الناصر. في مذكرات الضابط والمؤرخ الراحل أحمد حمروش يقول أنه خلال زيارته للعراق في السبعينيات، عندما كان صدام حسين نائبا للرئيس أحمد حسن البكر، قال له كبار المسؤولين العراقيين أن صدام حسين هو المؤهل لخلافة جمال عبد الناصر في العالم العربي، بل أنه سيكون عبد الناصر جديد خالي من أخطاء عبد الناصر القديم. فهل صدقت مقولات هؤلاء المسؤولين في العراق؟ هذا ما سوف نستعرضه معا عبر المقارنة بين الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وصدام حسين، سياسيا وشخصيا وفكريا، ثم طريقة وفاة كليهما. سياسيا، هناك مشروع أمريكي للعالم العربي ممتد منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن، عبد الناصر عطله لمدة طويلة. صحيح أنه لم يخلق آليات استمرار تعطيله بعد رحيله، وأن حكمه المبني على التوازنات والجمع بين الأضداد تسبب بعد موته في خروج النقيض المتطرف له من قمة نظامه، لكن عبد الناصر يظل عامل رئيسي في تعطيل الزحف الأمريكي على العالم العربي. لذا لا تخلو الأدبيات السياسية الأمريكية من المقولة التالية: فقدنا مصر 20 سنة في عهد عبد الناصر، ولا يمكن أن نسمح بفقدها مرة أخرى، ولن نسمح بظهور ناصر جديد. في الظاهر كان صدام حسين يواجه أمريكا، ولكن واقعيا للأسف تسببت سياساته في إنجاح المشروع الأمريكي في العالم العربي، بدءا من حربه ضد إيران، وصولا لغزو الكويت، ثم خراب العراق. عقب قيام الثورة الإيرانية استجاب الرئيس صدام حسين لنصائح السعوديين والأمريكيين التي تشجعه على خوض حرب ضد نظام الخميني، خاصة أن استفزازات الخميني للعراق لم تتوقف منذ استيلائه على السلطة في طهران. في الحقيقة كانت تلك الحرب خير هدية لنظام الخميني المتشكك في ولاءات قادة وضباط الجيش الشاهنشاهي، والراغب في تصدير مشاكل نظامه للخارج عبر حرب ليتمكن من تصفية خصومه السياسيين في الداخل، سواء من بقايا النظام الشاهنشاهي أو من حلفائه في الثورة من اليساريين والليبراليين والقوميين. بعد 8 سنوات من حرب ضروس كان نظام صدام يحظى فيها بتمويل خليجي هائل وبتسليح غربي، كما كان الغرب يسلح إيران سرا كلما مالت كفة المعركة ضدها. قبل الخميني وقف اطلاق النار بعد أن حطم جيش الشاه وأنشأ جيشه العقائدي وحرسه الثورية وأحكم قبضته على السلطة، اعتبر الرئيس صدام حسين ما جرى نصرا للعراق. تسببت تلك الحرب في إفلاس الخزائن العراقية. بعد الحرب وعبر نصائح أمريكية أغرق السعوديون والكويتيون والإماراتيون الأسواق العالمية بالبترول، مما تسبب في انخفاض ثمنه. كان الهدف الرئيسي هو تركيع الاتحاد السوفيتي والقضاء عليه لصالح الأمريكيين، ولكن كان من ضمن الأهداف الثانوية زيادة أزمة العراق المالية، تمهيدا لإقناع الرئيس صدام حسين بضم دولة الكويت للعراق عبر نصيحة من أبريل جلاسبي السفيرة الأمريكية بالعراق. اتخذ الرئيس صدام حسين أكثر القرارات تهورا وحماقة في التاريخ العربي المعاصر بقراره غزو الكويت، مما أتاح فرصة ذهبية للغرب لكي يقوم بالإجهاز على العراق، وهو ما تحقق بحرب 1991 التي دمرت العراق وأعادت القواعد الأمريكية للخليج العربي، وخرجت منها إسرائيل بانتصار سياسي هام عبر قبول العرب المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام.
كما انتصرت إيران أيضا بتنازل صدام عن نصره المحدود في حربه ضدها وبالطائرات التي أرسلها لها هربا من المحرقة الأمريكية خلال الحرب. ترك الغرب صدام حسين يتحكم في العراق ليواصل ابتزازه لحكام الخليج، ولكن بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 حان وقت الخلاص من صدام حسين لإعادة ترتيب العالم العربي وتصدير الإرهابيين المتأسلمين له مرة أخرى بعد استنفاد الغرض الأمريكي منهم. عندما أحس الرئيس صدام حسين بقرب سقوطه تصالح مع الإخوان في العراق، واستدعى الزرقاوي ورتب أمور ما بعد سقوطه بتحالف البعثيين مع القاعدة. ولسخرية القدر كان في ذلك أيضا يلعب لمصلحة الهدف الأمريكي المتمثل في الاستعانة بتيار الإسلام السياسي في مواجهة النظم القومية الاستبدادية وإيقاد نيران الصراع السني الشيعي المسلح. وافق حكام السعودية كعادتهم على حرب غزو العراق عام 2003 وابتهج ملالي طهران لقرار الغزو الذي سيسرع من عملية تحول العراق أرض مراقدهم المقدسة لولاية إيرانية. انتهى نظام صدام حسين وزال حكمه عقب الحرب، وتحول العراق لساحة حرب بالوكالة بين السعودية وبين إيران ممتدة من 2003 حتى الآن، بل وامتدت تلك الحرب بالوكالة إلى البحرين واليمن وسوريا ولبنان. على المستوى الشخصي، كان الرئيس جمال عبد الناصر زاهدا في متع الحياة، متقشفا فيما كله وملابسه، حريصا على إبعاد أسرته عن السلطة وعن العمل السياسي. بينما كان الرئيس صدام حسين شديد الإسراف في كل شأن، ملبسه، قصوره، تماثيله، حياته العاطفية، ربما يبرر البعض ذلك بثراء العراق مقارنة بمصر. ولكن هل قضى الرئيس صدام حسين على الفقر في العراق قبل أن يبالغ في استمتاعه بمتع الحياة؟ كما أن أبناء الرئيس صدام حسين وإخوته وعشيرته لعبوا أدوارا سياسية خطيرة طوال فترة حكمه. رغم أن جمال عبد الناصر كان ضابطا بالجيش المصري، إلا أنه لم يقم بارتداء الملابس العسكرية منذ توليه رئاسة الجمهورية حتى وفاته، بل أنه خلال إعادة بنائه للجيش المصري بعد هزيمة 1967 وأثناء زياراته المتعددة لجبهة القتال في تلك الفترة ظل محتفظا بملابسه المدنية. ورغم أن الرئيس صدام حسين لم يكمل دراسته للحقوق ولم يلتحق بأي كلية عسكرية، إلا أنه كان دائم الارتداء للملابس العسكرية، بل ومنح نفسه رتبة مهيب الركن وهي أعلى رتبة عسكرية عراقية، وظل حتى وفاته حريصا على ارتداء الزي العسكري. بعد هزيمة مصر في حرب 5 يونيو 1967 قرر عبد الناصر الاستقالة من منصبه، وعندما رفض الشعب المصري والشعوب العربية استقالته قام بأكبر عملية نقد سياسي لنظامه معترفا بأخطائه. بينما عقب حرب الخليج الثانية 1991 والتي شهدت عملية تدمير واسعة للعراق وتسببت في وفاة عشرات الألوف من مواطني العراق، احتفل الرئيس صدام حسين ببقاء نظامه وأطلق على الحرب اسم أم المعارك، ولم يتم إجراء أي مناقشات حول القرارات الكارثية التي أدت لتلك الحرب. على المستوى الفكري ترك الرئيس جمال عبد الناصر إرثا فكريا ضخما. فلسفة الثورة، يوميات حرب فلسطين 1948، الميثاق، محاضر محادثات الوحدة الثلاثية، خطاباته لخروشوف حول القومية العربية والشيوعية، بيان 30 مارس، المجموعة الكاملة لخطاباته، مجلدات أوراقه الشخصية. لم يترك الرئيس صدام حسين إرثا فكريا، ولكنه ترك 4 روايات تم نشرهم باسم مستعار ومجموعة من القصائد الشعرية،
وكتاب مذكراته صاغه محاميه خليل الدليمة. الوفاة. توفى الرئيس جمال عبد الناصر يوم 28 من سبتمبر 1907 فجأة. وجاء التقرير الطبي عن وفاته ليصفها بالوفاة الطبيعية الناجمة عن أزمة قلبية. ولكن ما زالت وفاته تثير الجدل حول كونها طبيعية أم عملية اغتيال جرت للخلاص منه بعدما أتم بناء الجيش المصري وأقام حائط الصواريخ على حافة القناة الغربية. ومما يساعد على ترجيح فرضية اغتياله التغيرات التي جرت في مصر وفي العالم العربي بعد اختفائه من الحياة. جاءت جنازة الرئيس جمال عبد الناصر كأكبر جنازة شهدها التاريخ، ولم تقتصر على مصر فقط، بل أقيمت له جنازات رمزية ضخمة في كل بلدان العالم العربي وفي بعض دول أفريقيا وآسيا وفي كل مكان تواجد فيه عرب في العالم. توفى الرئيس صدام حسين على حبل المشنقة أمام الكاميرات بعد محاكمة هزلية أقامها له العراقيون من أعوان الاحتلال الأمريكي. صدر الحكم بإعدامه وفي أجواء درامية رسمها الأمريكيون بطريقة سينمائية. تم تنفيذ حكم الإعدام في الرئيس صدام حسين بالشعبة المخصصة لمكافحة جواسيس إيران في العراق. وشهد عملية إعدامه عدد من غلاة الشيعة العراقيين الذين أخذوا في الصياح بهتافات طائفية في وجه صدام حسين خلال تنفيذ عملية إعدامه. ظهر الرئيس صدام حسين خلال تنفيذ عملية إعدامه شديد الثقة بنفسه، رابط الجأش، بالغ الشجاعة ومسيطر على أعصابه بطريقة يحسد عليها، بل أنه تهاكم على المحيطين به. وأدى الشهادة وكان لافتا للنظر أنه بدأ أقوى من القائمين بإعدامه، حتى أنهم كانوا جميعا ملثمين. الاختلافات بين جمال عبد الناصر وصدام حسين تفوق أوجه الشبه بينهما، وللأسف لم يكن صدام حسين مؤهلا لخلافة جمال عبد الناصر في العالم العربي، ولم يستطع أن يتجاوز أخطاء عبد الناصر كما كان يحلم، بل أن أخطاء عبد الناصر مقارنة بأخطاء صدام حسين تحتاج إلى ميكروسكوب من أجل رؤيتها. رحم الله جمال عبد الناصر وصدام حسين.